على محمد يا ربي صلي عليه وسلم، اللهم صلي على بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا ومشايخنا وأنت خير الراحمين. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف ضرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. عشر كلمات رسالة اللي هذا المنظومة البيقونية إن شاء الله تعالى أي ما انتبه نوغب الله هي أولها الصحيح وهو متصل. عشر كلمات روحا نرسو هذا الني إن دودهان مقدمة كسافة علم الحديث هي الرسالة أن كهل لين اللي هذا المنظومة البيقونية وحن رفع هذا اللي كتاب كان شيخه إنه كسر جودين دونه صدني أفر قيادات أو كمدة علم الحديث كمد والبنة وقدر دونه تعريف كشيخ وكقي حيي إن شاء الله تعالى مركا قيدي صدني أفر تاها شيخ إنه بلن قاضي أيام بالله بينا إن شاء الله تعالى قيبها سوحا يكب الله بنا يانا أقوه الرأي حديث كالليرة الحديث الصحيح حديث كالصحيح عما كشيخ وكب الله بيوحو نيري أولها أول الأقسام قيبها عن صوح سنية أصدن يأفرت أكن أقوه الرأي الصحيح حديث كالصحيح ويان وهو حديث كالصحيح إنما ومتني متنقى سو اتصل او حريره اسناده سند كيس والحال لم يشد ان لشادين او ان قف لك ليوبن او جمهورتي اما قف كت قيسا او سنكو خلافن او يعلى ولم يعلى ان لا الين الا قادحاه اي سنقلن يرويه متنقاتنا حال ورنا يوم عدل قف لقوك لسوني هاي او عادل عدل قاس ضابط وحكوبة وحسبية ضابطة ضبط سلطان ويهي عن مثله ونكورنا يه عن مثله عن عدل ضابط مثل عادل وحنا ضبطيا وكورنا يه عدل قاس أما ضابط كاسو معتمد الله عسكنا يه ولو اعتماد في ضبطه وحقه ضبطيه قلبه سو كحفظي ونقله هي وحقه نقلنا يو سو قورنا يو كتابك سو قورنا يو الشيخ ناشي هذا حديث كله يرى صحيح عنه يا حديث كله يهلا شان شردين شان تا شردين ايهين كو سند كيس انو حريره اللي يرادو اتصال السند اللي جهلا لابو اللي جهلا وحا اللي يرادو عدم الشدود عدم الشدود أو حديث كون أنقل الوحل إلى الشهادة منه تنصدح أنه حاوي عدم العلة إن العلة كتير أن حديث وصل معلل أهين تن أفراد حاوي رواية عدل إن قف عادل إيه أوريه عادل كوحوي هاي وانشيك دون إن شاء الله تعالى تن شنادنا وحاوي عدل كورينا إيه إنه يقف ضابط أو ضبط له وحسبيه أما قلبك وحكو حفظه أما كتاب أوليه ومصححه حكو حفظه شان تاشر دي حديث كالله يهلوح الحديث الصحيح لذاته وإيهي حديث كصحيحه صحيح لذاته مثل يرهده إيه وحاوي صحيح لغيره صحيح لغيره مركا وانكهان للدونة حديث كشروطا لا شرطنا إيهي وحديث كالله يرهده صحيح لذاته حديث كالله صحيح لذاته ومتك الشيخ يري ما اتصل إسناده وحديثك أو حرير سند كيس بأن يكون قد رواه حديثك سواب إنو يهي إنو وريي كل من رجاله مدوى البؤو كمدى رجاش حديثك والسندك حديثك عن شيخه شيخي سبو كوريي
من أول السنة دي سنة كبلاو جيسا لغا بلابا وقفك سنة كبلابا يلغا صوى بلابا إلى آخره إلى منتهى السنة دي سنة كماشا وكوطة مالا يلغا جارو شيخ حديث كان ورنايا لغا بلابا إلا سنة كماشا وكوطة مالا وأمر رسولك عليه الصلاة والسلام أما صحابي أما التابعي ماشا وكوطة مالا إنت كد حيسا حديث كاس من والباء رجاشي سكمده وإنه كوّر يا شيخي سيوي إتسالة سنفك للشيخي مركا فخرج وحا بحي بويرن المرسل مرسل كيبا بحي هيا لمرسل كسحابي كيبا كمقا والمقدع المقدعين وابحي سونا هيا لمقدع وحا كمقا سنفك أيان عد أن سحابي أهل كبقوا أنت هاي ميل كبقوا أني هاي وانتجدون المقدع والمعضل المعضل كنوا وابحي يهو الله بابقوا أن معلقين واضح يايو وحديثك محل يرى الله بقف كبضا ما يكنقو أنت هايبا وصلنا ما تجدون إن شاء الله تعالى معلق سولي بأسادين وكسوف كيمت مما لم يشتري بالصحة قف عن شرطك صحة شرطك تعليق البخاري وكال أيها والقلت الرئيب يايو حكم قونية بإليه إن شاء الله تعالى وتجدون الله مركع حديثك وحالا يرابا إن السنة كيس وحريره سنة كوام حي سنة كوحاوية الاسناد كهذا الشيخ وشيغيه بمعنى السند نوكي ماذا بمعنى المصدر نوكي ماذا هذه اللي يرادو اسنادك بمعنى المصدر بوكو إمانيا وحاويان الإخبار عن طريق المتنوي طريق متنقة أما رجاشة أما طريق متنقة عن أمري إلا غشاكي أو اللحصو أيا وحالي رأس ندى ووتيلي أو بمعنى ذكر سنده سند كسيب وشيغيوي كالسند السند كالسندس وكالبا والله استعماله وحاك الله اللي يرى هذا إثناتك ما كاسوط النقطة إثناتك إلا الشيء ذا السند كيبه النقطة إثنات وذكر السند وحاك الله إثناتك الغط الماما بمعنى السند نوو النقطة ومركز معنى يسمجدري معها ووحا بوي السند نفس الضريق باللي يرى هذا إثناتك ضريق الروح إيسا أو حدثنا فلان وقال حدثنا فلان رجع سلسلة داس أعطي حيثه وحديث كان نقولين أيه سند باليرة ومع ذلك أيد الروح إذن إسناد نواليرة مركا لكن ما أنت وحلوك إذا ما اتصل إسناده وما اتصل سنده ما أنت وحلوك وضعه سلسلة دوي سلسلة دا حريرتوي ما اتصل إسناده وحديث كسند كيس وحريره سلسلة داس أي حريرته نمو ولباهي شيخي في أكورنا يوي والحال لم يشد أن لشادين وحديث كاس أن شدود قلن أو يعلى ولم يعلى أن لعلين بمعنى أي لم يدخله حديث كما هو سنقلن شدود شدود مقلن ولا علة إلا مقلن إلا سوق قادحة عيضين أيسا في صحة الحديث حديث كاس حديثا والشدود شدود كواتي دوناية مخالفة الثقة قف ثقة إنه خلافه لمن قفه خلافه وأثوم أو تقوم منه أثاك ثقة بدن قفه كالسوني هاي أي وحو خلافه يا قف أثاك الله وسي كالسوني بدني هاي ومع ذلك لا يمكن الجمع خلاف خلافين وحلو جمعين كراي ما يتران جمعي وصورة قلي هدي جمعي وصورة قلي ويكد وانت هايو هذا مركة حديث كشاد نقرم هايو لكن وحا ماش أسكو خلافه أما مطني بي أما السنة كيفا وحال اسكو خلافي لوقف أو كلاسي قبضا متك لقد اعتقد بدني هاي حديث كيسا وحال لغوت النامي يا الشاد مارك حديث كو أنو كان نبض جلا وحال إلى الشدود شدود كو وحال نري ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وحاك الله أسألنا الرب أنو كان نبض جلا وحال إلى له إلا أنو كان نبض جلا إلا إلا باسي ويبرانت هاي إلا وحاويا بالمثل إن كالوقف الخفي أما إرسال كخفي جاه كلويان يرويه ولي بحديث كاسنا أورينا له حديث كاسو حاورينا يا عبد المقف له كالسوني وعابلة عبد المقفة أيا أورينا يا عبد لجا حلقة وضع إنه يقفك عبد الرواية أي عبد في الرواية هوي ورينت أورينا يا أبو عادل كي وحد تروح لعبد الشهادة هي عبد الرواية عدل الشهادة وحاوية وحيابها مقاتل وحالو شربية انو قفك من يهي ونيهي حر
لكن روايات الله مشرد يؤن وغفك مين يهي أمسؤ يهي حر يهي وعدل الرواية عدل حلقه وذا قفك أقف إنه يا مسلم المسلم المكلف الصالم من الفسق يه وصغائر الخصة وإنه يقفك مسلم أقف عن مسلم هين وحبال لك مورين كره عادل ماهان لغم خلصونان كره المكلف ولما مكلف أه أقفك حدوث المكلف هين إيه ويا قف صغير أه وحبال لك مورين كره يوي صغير هل يرى هذا وحاك الدول حلق حديثك لصوت تحمل يقفك حديثك شيخ أو كسو حنبار يحلق حديثك قفك وقدبين ويكل الدوينهين قفك مركو حديثك صو حنبار أو شيخي في حديثك قفكاني وكسو حنبار شرط معهن إنه يهي قانقار أما أو يهي مسلم وحادي عكرته إن قف قال إيه حديث كان نبقى وكمقلي أما سحابقى وكمقلي أما شيخي في وكمقلي لكن كده مركو صو إسلامي أي حديثك ورنيا والله أقبليا مرك شروط تحملك هي شروط أدوه ويكل الدوينه مرك لا يهي المسلم المكلف هذا دليل يري وحديثك وأدوه ويوجد بنا يا قف كلو إسي ورنا ياوي أما مرك أدوه حديثك صوحا باريسو إسلامنا الله ما شرديه الله ما نشرديه مكلف لما لكن وحا شرديه تمييز إنه لا يهي لأنه قف تمييز ليه ومعناها وحا ورنا يو كلا سوحي كرا ياوي هل هذا قف كاف مسلم كايو الصالم كان بدق لي من الفسق فسق قف كاف وانا ندنود كبيراه كبعنن امسه صغيرة او سن دائمين هذه قفكو دنب كبيرة او كدعو هذا قف كاف عدالة دي وكبحيا امسه دنب كبيرة كمان دعين صغيرة لازمة هل دنب او صغيرة او لا ايمانا يا كذبه لازمة يا امسه دنوب كان دوان او صغائره لا ايمانا يا وقف مصر اهو دنوب تصغائر تال لازمة يا اصلا عدالة دي سما بره يساوي ان يولي هو صغائر الخصة وحيانا حنحن وما تغانا او خصص تأه كو وضح وصوص او صغائر تأه نصر الله ايمانين ويان وي الله لكم مثالين كرين انو سن تو وضح وصوص او انك عانت اللو قوين كرين ان قفك مركا انك عانت اللو قوين وي وحا وقاطي قفكاني وإذا ربع الدينار قاران قفكان وحا وقاطي وحا انك عان اللو قوين كرين حبد موصف وحضائي ايه وحيانا الله متكا وكليتو وصغائر الخصة هذه قفك وحات لي ماذا ده دين تسير لو آمن إياه الدنيا بالله بآمن كريمينه حديث كرسولك الله ما آمن إياه قف أن لو آمن كريم حبب ما وصي إياه وحلم الأهويان وحاك الله يرون شرد يا قفك إنه أسقين الله يهي المحلرة مروعة مروعة وحاوي قفك إنه الله يهي سفاء الدين يسئنه وحيابها خنحن أو صنعيه مروعة وحاكمده قفك إنه بريقك كاذي أو كليته وحاكمين قفكو إنو سوق أصلا سوق الدقران قف سوقي أنا هاي إنو سوق وحيثاق لح عنا يو دريق الشيحة يساق عادا يو قاس كي يسيارك بنانك أولادت هاي وحاسودا ومخرنات المروعة ويان قفكا سحبا لقاور إنم هاي يوان وحوقوا قلا قفكا سي حدا ندي سوح لك لمن ويان مروعة دي سبع لمن مركا مركا اللي يرغفكو إنو عادلي هاي وحابحي فاسقي فاسق وحلا لقاما وريو وحاك الله بحا هيا مجهول العين في قفك الليرة قفك عن لقرين المنبأ مجهول العين ويانهم هايبتي سبا لقران مايو وحوين وذاك حدثنا رجل شيخي حديث كورينا يا وحويري حدثنا رجل أو حدثنا فلان بويري هذا فلان ويعطي قفك عن لما قرانا يا عين تيسا أو مركز لغو حكومة وحاق قادنا يا أو أه أما استقاء منه أما يمسطقاء هاي حدانا مركز لقرين المنبأ صدع عين تيسي دي حكم لغو رضابة مقالان كرا يا ويان أو أمسه وحالا أو ومجهول الحال مجهول الحالك وحكال لازمة حديد اللي يرى ومجهول العين وهذا مجهول الحال هو الفكية معايا القفا عين تيسال أقول دي لما نقرنك رصفة ديسي وحامك دعك كغفتة إن لقرت صفة إن لقرت عين تيسي لكن أن حالك يسال أقرني سيدا شيخ وكما تنشوح يري كحدثنا زيد راوي حديث كورنا يا وحور حدثنا زيد زيد بانوري ونو حديثي ولا نعرف صفته حد زيد كاسنا صفته صلى قرن مايو انو عادل يا انو سن عادل هين انو ضابط يا انو سن ضابط هين عندنا قرن مايسو اسغنا وخا لا غورن مايو ومجهول مجاهيل با حديثك مجهول با حديثك تروي مركا قفكو وانو يا عدل مركا لا ليهي صفته انت المامنه وانو ليهي عدل قاسه ولبا ضابط وحضب دنيا
ضابط وحضبية بمعنى وحكوبة وحفظة وي سيوى حفظنا يا ضبطك ضبط صدر قلبك وحكو حفظة ووقف مركو وحبرته أولقس إلا مين مركزته أبادو هليا وهو أن يثبت ضبط صدر وحا ليران أن يثبت قفك إنوصه ما سمعه وحيه مقلي بوصغيا بحيث ميلو يتمكنوا ومكان صنعهم من استحضار إنه صوحة عبر صدو متاشع مركو أبادو ميلبو كحفظة يا مر الله مركو أبادنا وخصوصنا ياوي كاو حدا ضبط صدر فاليرا أو ضبط كتاب ويا كتابه كل علينا يا وهو ضبط كتابكنا صيانته عنده إنه كتابك أكتسه كل علينا يوي كتابك بأكتسه كل علينا يا من يوم صنع لقصة بالله مركي ومغلي ما فيه كتابك وحاك قرآن أو صححه ولبا وتصحيحه أو كتابية كلا مقابلة أو كسمية إلى أن يؤدي منه إلى هذا الحديث وقد بي أوقف كلا لجوري أصغي فكتابك أصغي هيستوء إلى شنية وأنا كتاب مقابلة أو كسمية ضبط كتاب بين لي هذا شرط ما يقف إذا وحفظه ما تقفك ضبط يسوعي هي تام الضبط ضبط يسوعي هير سري هي إسلام كان ضبط يسوعي أما ضبط الصدر أما ضبط كتاب وقلبي وحكو حفظه أما وحكو حفظه وحل لي هذا كتاب وحكو حفظه معتمد ولي وقف كاسو لا أسكن يا معتمد وكورنا يا دي عن مثل ياسو كل وكورنا يا بمعنى وكورنا يا عن عدل ضابط مثله وكورنا يا أصله كلا يتقف وكورنا يا من أول السند إلى منتهاه لقبل الله هذا السند كماش أو قبل الله ما يو إلى ماش أو كل ما أنا يو أيام من ولده وكورنا يا عن عدل ضابط مثله عن عدل ضابط مثله وكورنا يا مكة حديث كاسي ما يشعر كل ما نياه وحلقون كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قائل كمثل أرانا يا والنبي صلى الله عليه وسلم أو حديثكم مركز هو مرفوع أو السحابي أما السحابي ونقون كرا أيه حديثكم مركز هو موقوف أو التابعي تابعي جيبه ونقون كرا مرك حديثك مركز الله هو صحيح وحسوق ليه مرفوع هو النبي قال له نسبيه صلى الله عليه وسلم موقوف كو صحابي قال له نسبيه إيما قطوع أو تابعي بأي قوة الله متك أهلو نسبيه إن تاس أو دم صحيح والأوران كراوية أدلق ضابطك ومعتمد الله أسكنه في ضبطه ضبط جيسة بمعنى من صدره لما يمليه وحقه معناها ويرين يؤو ضدك بلابده ويرين يؤو قلب جيسة وكي يرين يؤو أيها الله أسكنه يؤو آمين يؤو إيه ونقله وحقه صور نقلنا يؤو شيخيس وكسور نقلنا بالمثل معنى كتابك وكسور نقلنا يؤو مرك حديث كله صحيحة وحديث كشروطه شنطة كلهم صغيويا فعلم أن الصحيح لذاته ما جمع شروطا خمسة ويبر اتصال السند والسلامة من الشرور والسلامة من العلة القادحة وأن يكون كل من رواته عدل رواية وضابدا ويهيويا شنطة عشر دمرك اللي قهله أي حديث كنغول أي حديث صحيحة مثالك حديثك صحيح أوامحي وحو شيخ أنه مثال شارحه مثاله هو ما رواه البخاري حديثك إمام البخاري وريوي ونكوري من طريق الأعرج شيخ اللي يرادون أعرج عبد الرحمن بن هرمز حديثك وكوريوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يرى أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق هديئا نمدينا على أمتي أمضي لا لأمرتهم وحان أمر لها بالسواك عضيق أمرهم ما يشلم مع كل صلاة صلاة وضيت كريان حديثك سوى صحيح وشروط ديبا لقاها لي وحال لقاها لي اتسال السنة وحديثك وحاورنا إمام البخاري وحكاورنا إياه وحورنا إمام البخاري حديثك وحكاوري عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف وحكاورنا يا مالك بن آنس حديثك مالك وحكاورنا يا أبو الزنات شيخ اللي يراده أبو الزناد نوح كورنا يا أعرج أعرج نوح كورنا يا أبو هريرة أبو هريرة النبي كوري صلى الله عليه وسلم ما كان ماشى وحلاقيها لي سنة كوان متصل أو تجاشي في ويك لوريين وي وبخاري وحورنا يا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ما كان حديث كاس السنة كسوى حريرة كو لبا وحي الله مرهن هو سلامة من الشدود والسلامة من العلة وليه هيوي وكان ربنا إلى مدى أصبع
waadi suno waa aadiliin oo rag aan tirinayno hadan waa rag aadiliin ah oo baadiliin marka xadiiska waxa laga helay shuruudi la raday oo aha saxiixnimada loo shardin jiray baa laga helay marka xadiiskaas aan sheegmay waa xadiiska la yiraado as-sahih li dhatihi baa la yiraahda as-sahih li dhatihi ayaa la yiraahda waxa jira mid la yiraahdo sahih li ghayrihi waxa weeye حسن كما وصل صعود إيمان دونه حسن ك حديث كهون كهذا اللي دونه هذو كل ما ذا طريق كليته أو أسجل مدها أمك حوق بدنه وحال اللي يرى ذا صحيح لغيره ذا اللي يرى وحديث حسن أه أو شروطي حسن لماذا لقاه لي كذب مركي شروطي لقاه لي أي حديث كاني وحو كل مد طريق كليته أما الدروق كليته أو متكاس أنا هين دروق ذاتنا ugu yaraan kan bay la mid yihiin oo waa duruq wada xasan ah ama ba ku xog badan xadiiska noocaas oo duruqna faraha badan oo xasan ka ku yimid waxa la yiraahdaa saxiixun li ghayrihi si hadis uma laabanaysa shuruudi saxada in laga helay ee waxay u laabanaysa inuu yahay xadiis xasan ah oo yaani duruq kale xoojinaysa ay timid weeyaan kana waxa la yiraahdaa saxiixun li ghayrihi baa la yiraahdaa idan marka xadiiskan saxiix ahi oo aan tilmaamnay asaga ayaa wuxuu leeyahay maraatib oo uu kala xoog badan yahay wey uu kala xoog badan yahay waxa uu xoog badan baa la yiraahdaa ilaa 7 martabadood bay culimada muxaddisiinta u gaartiyaan waxa xadiiska saxiixa ugu xoog badan ma rawahu shaykhaan imaam al-bukhari iyo muslim xadiiska isku waafaqaan oo muttafaqun calayhi la yiraahdo xadiiskaas ayaa uu xoog badan ugu saxiixsan waxa ku xiga wixii imaam al-bukhari kaligiis uu wariyo waxa ku xiga xadiiska imaam muslim asawna kaligiis uu wariyo waxa ku xiga afaraad xadiiska labadooda shardigooda lagu wariyo macna shardu bukhari wa muslim ridaasha bukhari iyo muslim labadooduba ay ka wada wariyaan sida ay uga warin jireen baa looga wariyay laakin waa laa aan dariiqo shaykhayn laakin ayaga loo sii mari mahayo wa qaybta afaraad qaybta shanaadna waxa weeye xadiiska lagu wariyo shardu bukhari qaybta lixaad waxa weeyaan xadiidka lagu wariyay shardu muslim oo ridaashi muslim uu ka warin jiray baa xadiidka laga warinayaa laakiin imaam muslim loo sii mari mahayo qaybta toddobaadna waxa weeyaan maa ruwiya calaa shardi kayrihima labadooda shardigooda dadka shuruuda sixa macnaha shuruuda sixada leh oo yacni yaltazimu sixa dadka culammada muxadisiinta ah oo shuruudii laazimsaday shardigooda dadkii xadiidkii lagu wariyaan asaguna martabada toddobaad buu noqonayaa weeyaan marka baraatigta toddobada ah ayaa muxadisiintu xadiidka saxiix ah ay ku tilmaamaan waxaan u maleynaya intaas inay xoogaa wax xoogaa looga fahmi karayo xadiidka saxiixa ay ku filan tahay xadiidka saxiixa marka xukunkiisa shaarixu wuxuu yihi xukmuhu xadiidka saxiixa xukunkiisu waxa weeye annahu saalixun inuu yahay mid u suubanaya للاحتجاج به إن حجيته والاستشهاد ولي مقاتل لقد يقول الاستشهاد معناها الاستشهاد سدو لدليل سدو يا والاستشهاد إن لو دليل سدو بالاتفاق اتفاق بانا بوكوية هاي وي اتفاق قاسي وحاويان في الفروع واتفاق وي لكن في الأصول اتفاق ما هو وي إنه من نوو يرفع بلان بروح إليهن حديثك صحيح أدو أحادي هاي الله ما أسكن كرب إليهن أصوشة أصوشة وعقيدة دوي لكن متأخر المتحدثين أيضا إمام ابن حجر العسقلاني حافظ السيوطي كل واحد يرجعها يعني حديث حديثك يا حديث أو قرائن وتا إن لو حد يسأل يه الصوش الروح إن لو حد يسأل يه أو نوع عاصي هاي أيه تلمام يعني خاصة هان حديثك شيخينك أي ورنا يعني أو معايا لأمة محمدك كتابك البخاري المسلم قبول بيك لكل مين مالك قبول كاس أيه تلمام يا إن وقوة زيادة أولية يوم حديث أنه عاصة وكليتاء في الأصول والفروع ولو دليشنا ياويا وكاسا ويهي الكاسو حان وصل بحني حديث كان يجري هذا الصحيح وحان قال إن قيب طلبات وكميد أقسام في حديث قيب طلبات وحويا وحديث كان يجري هذا حسن ويهي والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت والحسن حديث كالليل هذا حسن المعروف هو حديث كالقران يضرقا من طرق طرق ضأهان لو قران وبمعنى سنة في جاشة سنة كيس أيا لقران يا يو وحال قران يا عدالة يا ضبط بها قران يا
وغدت أين ولد أهاتي وغدت أين أهاتي رجاله حديث كاس رجاشي سنة اشتهرت إن شهرودي أو أي كشهرودي عدالة لا كصحيح لا كاشتهار الصحيح لكن ميا لكن لا كاشتهار الصحيح صحيح شهرودي ديس أو كلام ميا لا كاشتهار الصحيح لا كاشتهار رجال الصحيح لكن صحيح رجاشي سا سي شهرودي أو كلام وأولا شهرودي حديث كحسن كأه شيخ وحو كل هذا يقولون لهاي حديث كان لقرانا يا دروق ديسا دروق ديسا ايا لقرانا يا يو بمعنى رجع حديث كان ورينا يا ايا لقرانا يا ولما رجع صناع يكشف روبين عدالة يا الضبط قولوا يقان تدعى دليل اوثقاء اليهن وحنا الضبط يا ضبط قوضوبا يوسن قارن هيركا صحيحة امركم اللي لا كاشتهار الصحيح وحويان عدالة يا ضبدي بيكشف رودن حتى عدالة أيضا مراتب ملي عدالة كلام أيضا ما كان حوج بدنا عدالة وهالحظ إيه حكى الحوج بدنا وضبدي معناها ضبدي وذاك حك حوج ير ضبدي حق صحيح صحيح ورية حوي ضبديان لكن ضبدي وذو ما جار في سنهارك وجاري رجال صحيح أكليتهم حديث كثوح اللي راح حصل حديث حصل كما كان صوته منه وحديث الله يهلا أسألنا شان شردي شان شردي أيا الله يهلا حنقاضنا تعريفك أم حدك وكو حقي ابن حجر العسقلاني أصلي أيا قد دقيق سنبا لي رادا حدك ابن حجر العسقلاني حسن وكو حقي أيا قد دقيق سن وحوى يدا لي متى سل سنده بنقل العدل الذي خف ضبضه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة تعريفك أي أقول دقيق سنبا ليرى هذا حوية ما اتصل سنده وحديثك سند كيس أو حرير أو تجاشي سؤي متصليهين ونبننك كلأو حكوريني بالنقل العدل قف عادل أن نقل يسونك حريري ورجع وريني وعادلين الذي عدل جاسه لكن خف ضبضه أصيري ضبضه يساف ضد أو وعكف ضد يهي عدلك أما ضابطك صحيح ورنية ضابطك صحيح وحويا وضام وتام الضبط وياك أما كان حسن كورنية خف ضبطه ضبط ليس يحف ليس أي وعكه سيا هيرك صحيح وكه سيا عن مثله أصدق لا يوك ورنية إلى منتهاه إلى اللي يجار حديث كما يشعر كنا مرضى مطنك من غير شذوذ شاد شاد من الأنت ولا علة إلى الأنت مركب حافظ بحيسة حديث كحسن كاهي حديث كصحيح شروط دي سيد ولا وذاك هل شرد أم ود وينهاي هل كشردنا وحوي ضبطك حسن كورنا ياهي وحوكه سيا ضبطك قف كورنا يا صحيحة انت بقى فرقي أهويا انت كلوا كم يتسجل اتصال السنة عدم الشذوذ عدم العلة عدل الرواة وكم يتسجل ضبطك أنباك للدول ضبطك قف كان حديثك حسن كورينا ياهي وكهو سيا ضبطك قف كحديثك صحيحة ورينا ياهي وكاسا وياهي والحسن حديثك حسن كاهي المعروف مثل لقرانا ياهي ضرق حق ضرق ضرق ديسا لقرانا ياهي أوليبا وغدت أين أهاتي رجاله بمعنى سند كيسويا لرجاشيس وحي النقلين اشتهرت من كشف رودي من كشف رودي بمعنى بالعدالة والضبط بي كشف رودين عدالة والضبط بي كشف رودين لا كالصحيح لا كاشتهار رجال الصحيح لكن ما أين شف رودين صحيح رجاشيس شهر أي شف رودين أما أي عام بحين أو كليتو ما يسن عام بحنين ويان بمعنى ويكه سيان بل اشتهارا اقل من ذلك فرق حسن كورينا ياهي ضبضك اي كشف روبين وكه سيا ضبضك اي كشف روبين رجع حديثك صحيحة اي وريهي مركا وحوير وعلم من هذا هل كان وحان لقد قرطيب ويجب ان الحسن حديثك حسن كاهي يشارك الصحيح حديثك صحيحة انه لو ذاقه في اتصال سنده سند كيس إنه حير سنمي إيه وعدالة رواته
قواديس إلي عادلينيهن وضبطهن ضبط جودة لكن ضبط جاسوي هاي أقل من ضبط رواة الصحيح وإن لم يصلوا وابطنا إلي وإن لم يصلوا يسن بقار وحق ضبط جوي حق ضبط جوي درجة الرواة الصحيح صحيح رجا ورنية درجة الضبط أي كقارين أو كليتبة يسن قارن لكن ضبط له أو ضبط جوي وبقية وحاكهر من شرط الصحيح السلامة من الشدود والعلة إنه كان بدله شاد نمو هي علة أصدقنا والله شرطنا يا بك مركبوا في الحد الجامع للحسن حديثك حسن كحدك جامعنا يا وحاوية هو أصدق مطة صلى سنده ووحى سند كيسه وكحريره بالنقل عدل عادل قفة صور نقل انتيسة عدل قصر بابد وحكوبة وحفظية بابد كاسو قل ويرابي ضبده عدل معها وضابط كاسو قلة هو يراضي ضبطه ضبط جيسون لكن هو يجي ضبط غير عن الروحي في حد بولي يجي قلة يران بو فوسياه أو ضبط جيسو يجي قلة صلاة لا تلحقه أن جارسين إلى نقف كان ضابط كا بحال من قف حال كيسا يعد الوتر اليوم تفرده وحيالها سبو لك ليجي منكرا منكرا الوتر اليوم قف كدو يقف كه المنبضن oo waxa weeye heer gaaray oo wax ku khaldo khalad sameeyo oo wahmigiisu u bato taada wixii xasan lama oranayo oo qof wahmigiisu batay laakiin qofkaano wax waa xafida laakiin heer sare si raga saxiixa ma gaarin weeyaan wa salima hadana kan marad galay min shuduud shaadnimo iyo min al-illati illa marka fadhi qowlihi uu yiri ta sala sanadbu ta khala saxiix ba ku soo galay oo hadkas way wadaagaan وكل عامكها وبالنقل عدل ضابط قل ضبطه كلمة الشيخ قيد كاس وأقل ضبط هنا خرج وحاكو بحي الصحيح باكو بحي حي لي الصحيح حديثك صحيحة رجوا لنا ياهي تم ضبطهم ضبط قراء تام نقضي كان حسن كأهنا رجوا لنا ياهي قل ضبطهم ضبط قراء حوسية بحيث لا يلحقه إلى من يعد تفرد إلى حد ما من يعد تفرده نكارة هكذا ما جارين ويان وبما بقي وحهري أو محيطها وحهري وحويان إلا وحيري قل ضبطه قلة لا تلحقه بحال من يعد تفرده منكرا انت هذا ضويان قل ضبطه قلة لا تلحقه بحال من يعد تفرده منكرا وحاكم بحيث يخرج الضعيف الضعيف معايا لي قفكو حديث كان ضعيف كاهي وحديث كان لك لي يري سنة كيسا قف تفرد كيسا عن الحنباران كرين والحميل كرينوي مركال كسوح نوكال عضادي او ماشي كبحي نوكال الصوع ما يبقى متشيدا حديث كصحيحة اي حديث كحسن كأه فرق ونمحون نقضي قل ضبده هدو حسن هي هدو صحيحي هينا تم ضبده ويان تاو حنو ملينا يا إلا قرتي بلد عن سيس عنه مثال كحديث كسوحل ومثال شيء حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم وها لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وحديث كهذا عن سوامريني لكن طريق كانوا كل مدوي طريق كليته أيه كل مدوي حديث كان وحاوري نام الترمذي وحنا كورنا يا محمد بن عمر إن علقمة تبو كورنا يا عن أبي سلمة محيلا فإن محمد محمد شيخ اللي يلعبه حديث سلس كسا كتر مشهور بالصدق عدالة بكشف ربي وعادل هيه لكنه ليس في غاية الحفظ لكن حفظ يسيول معها ماشي أود من حفظه كما قال حتى انت ضعفه وضعيف بعضهم علماء قاركوت سمسنا محيط هاي وقال سوء حفظه ووثقه علماء قارنوي توثيقيانه صوت وحاوية لصدقه وجلالته كنت الغوية قانية جلالته سيقول توثيقيا مرك حديث كان وهل متني لهذا أصوى صحيح عن سومي تالني بهذا نوحو إمانا يا أصوى حسن هو مرك متني كان مر البوا حسن سنة كأي أمرنا صحيحة سنة كأي أمرنا وحو نقول إياه مرنا وحو نقول إياه حسن سنة كان وحاويان وحسن هيا لي حديث كان شروط بي كالأردن وعلاقها ليوي لكن شيخ هذا اللي يرادون عمر محمد بن عمر ابن علقمة شيخ هذا أيها وحويان وحسنهين طعام للضبط وحسنهين وحويان حديث كثمك وحل يرادا حديث حسن لذاته بأن يرادا
حديث حسن كهدي ما كان ضروق بدن وكل نادنا وتنصر شغلة إنه نقول يوم صحيح لغيره إنه نقول يوم حديث وحاشر مرك حسنكو أي طاس وقيت لذاته وحاشر حسن ليرى حسن لغيره ليرى حديث كل ليرى حسن لغيره أسمع وحويان وحديثك سند كيس وكتره مستور لم تتحقق أهليته قف مستور حال كيس أن لجرنين ومعنى ومستور الحالوي غير أنه لم يكن مغفلا لكن قف كيس قف هلمان بضم معها ولا كثير الخبائي قف قف كيس بني هلمان فيما يرويه وحو ورينيه ولا متهما بالكذب قف بين الله غشك سيهين عن هاي ولا ينصب إلى مفسق الوح إلى مفسق آخر أنا الله نسبينين ذنب كلو فسق كيني كرية وتقوى مركزنا وليبا كوحو وقوضي بمطابعنا صلى متراعية أو الشاهدين مثل مركعي ورشاهد بكوحو وقوضي والمطابع مطابع وحوية ما روية باللفظ لفظ الحديث كان أولين أيه لفظ أصلى الله مدعى أيها بنغ كرفو إيمانية شاهد كنا وحوية ما روية بالمعنى فقط ووح معنى القوري أيه بمعنى طريق كلا وحورنا يا حديث كان حديثكم معناه وحال إذا شاهد بالليرة حديث طريق كلا وكي ماذا وكاس حوتنا يا لكن اسكر هاللفظي أي كي مادان وحال إذا متابع حديث كان معاصر كلاته وحال إذا حديث حسن لغيره أي الليرة داويا مثال بقول يا شيخ وحكم مثال شيء حديث كان حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة معايا لشيخ اللي له شيء أيها وحال اللي رفه شيء من ضعيف وضعيف بيريو لتدليزي ومدلس لكن لما تابعه مركو وصقه هاليرو متابع النقضي أنه يحيى التيمي كان حسنا حديث كبوت النقضي حسن لغيره هو النقضي وحكم الحسن حديثك حسن كحكم كسوحة وهي أما لذاته ها هذا أما لغيره ها هذا أنه يعتد به إلا حجيسانية وهي كالصحيح إذا لحجيسانية وإن كان الله يلحق به رتبة يسمى الرتبة هان كذب التجن لكن وان الحجين سرع يأوي وما حديث وكل ما حديثك حديث كاسو قصورة كبع وهوسو قدعه وقيت صدحات تلك سبحان وصب عليه حديثك حسن كأها حديثك اللي يرام ضعيفك أيان هل كانت الجلي ناوي وما حديثك وكل ما حديثك حديث كاسو قصورة كي يراضو كدعه عن رتبة الحسن حسن مدى الرتبة ليس حديثك كدعاه فهو كافي الضعيف حديثك الضعيف كهوية بمعنى حديثك الضعيف كهي وحديثك اللقوايه وهوص غدعة صفاتي حسن مدوي وحو قاري وكترة قف تفردك سأل لحميل كريمين أيها كتروي وسيء الحفظة أمسى عدلك عدالة ليس شك كتره وكل ما حديث وكل ما مطلق كل ما حديثك حديث كاسو قصورة كقافتو كدعة عن رتبة الحسن حسن مدى رتبة يسيئي درجة يريبه كدعة يهوس وردعة فهو حديث كاسي الضعيف والضعيف هذا هذه اللي يري حسن مو كدعة صحيح إنما وركاد متره هذا حسن ما كهوسي صحيح إنما وركاد واكو دايوي وقصب إنه حسن صحيح إنما كدعيوي حديث كسوح على الضعيف بالليرة الضعيف مثل الضعيف كويان ويقال له المردود نوال ليرة محايلا لأنه لا يعتد به في الأحكام الشرعية أحكام تشرعي قال له محجة يستويان وهو حديث كضعيف كاهي أقساما كثر وهو أسوه كثر ووبطي أقساما من أقسام حاجة رضا أيو كبطيهم أقسام فرابضا أيو ليه أوصلها بعضهم ولمن قروحي بقارسيا إلى 381 صدح بقول إيه سديات يكو قيضات بيبا قارسيا فوحيد الله أبا إلى تحتها وحدف إلهنا أي سنكتر النبو ليه وصلت وكل ليه حافل صيودي وحن طمعيبو إلينا الأنوغو بس دكو سميو فعفائيا صدح لأس بقول إيه سديات يكو ذات مركز باوحن أركيبو يري شيخ الإسلام وابن حجر العسقلاني أصدق ورميا إن ذلك تعب ليس وراءه إرغ وحاويان رنتا سوا نب ام ليس كتر من ويبوري ابن حجر العسقلاني مركبا اسخدا خيبور ان يقول انا انسيفا فهيا فاقله مرك حديثك ضعيفك هو حديثك لقوا يي شروط انصار شغمي او اغيران حسن كانو شردني او محاها وان او سنة كيسي لقوا يي اتسال سنة
ama laga waayo shuruud laga shuruud macnaha laga waayin ama ila aan laga waayin ama saacad ruwaadki wax ka maqnaadana caadil raawidi caadil noqon waayo ama raawidi babdigiisi oo meesha ka baxo babdi uu gaar heer waxba laga aqbali karin xadiiska subax la yiraahdo magaciisa abdaciis ayaa la yiraahdaa uuna badan yahay wuxuu yiraahdaa waxay ku miisaaliyeen xadiiskaas حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ إنه ويسقاطي وهو مسح ونمسح بي على الجوربين بارك لنا جوربينكم جوربينكم وابها المرأة لغصم يجيئه سيصة وسامسة كالأهويان معايا لأنه حديث كان يرواه حال قولنا يا عن أبي قيس الأودي بان قولنا يا أبو قيس الأودنا أحمد بن حنبل إيه ابن معين إيه مركي رجل لغها الله يوم وحي إليهين ما الله دل قانان كلا إنه رجع وين أو معناها وخلافي ويان زي اللي نشرح بيليه معناها إنه خلافي ما أقبل كلا ويان مرك حديث تأسف عن واحد أفا فا هنا يوم إمام كلا يراده إمام البي هذبة سورة من الكبرى تأسف عن وفا قلي أو وشيء جاي إلى الحديث كاسف قال إنه سجنان إن حديث صحيح وسنخلي له وضعيف وهاي سائلة المراد بالحكم على الحديث بالصحة ونحوها إنما هو فيما ظهر لأئمة الحديث وحوير حديث كأن حكم الصحيح إنما ما حصل لنا ووحا كم موقنا يؤوه شروط إلا جهل يوي لكن حقيقة الجزم معها محايا ليدوري لا القضع بالصحة صحة إلا قوينا يا الحقيقين يا معها في نفس الأمر محايا لوالي جواز الخضاء والنسيان على الثقة والضبط والصدق على غيره وحويان بويني قفك الثقة إن هدنا وحلماني كرب مرك حديث كان مرك لري حديث كان وصحيح وحلق وضع شروط صحة أيوك وأنصدي إلا عمل فرنا وواجب لكن معنى هذا ما هن نفس الأمر كحديث كاسو إنه صحيح يهي إلهي باقرنه سبحانه وتعالى وحديعي كرتا إنه قفت أصبح المامي لكن وحو هيستا شروط نوحا باريس أو نقول يازم ليسا إنه انقال نوهيات سيدوك الهديث حديث كان نقولكم الضعيف إنه من هو سيدوك ريتو إلهي باسو محايا نقفك بين لغة هو شيء كرا اللي حديث دنبا وحا الله ضعيفين هذا الباكو ترى أو بين لغة يقانه هذا حديث كما كان ليه بين لهم قال الشيء ليه قفك وضاء على هم المية لكن قفك سيء الحفظ قال حفظ مروح وحفيد كراس وما عاد حفظ قال وحفيد أو كلايته لا اعتبار المية مرك حديث كما كان ليه وضعيف وواحد كم مقر يويا أما حقيقة الأمر كأنه يتاي إلهي بقدر الله سبحانه وتعالى ويا كاسلو هو حديث كضعيف كهام طيب تعفرات وحديث كليرة مرفوعة وأمد الشيخ ونورنا يو وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع وما حديث حديث كاسو أضيف لا إضافية أو بمعنى لا نسبية للنبي حديث كالنبي قال لا نسبية المرفوع مرفوع ويان وما أي الحديث حديثك الذي حديث كاسو أضافه أو النسبية صحابي صحابي أو تابعي تابعي عن نسبية أو من بعدهما أما ذاتك كذا بيا بخاري الرجل لم يذكر هذا بالنسبين أيام للنبي النبي جينا والنسبين صلى الله عليه وسلم قولا كان أم قولها هذا أو فعلا فعلها هذا ومن الفعل فعل كان وحاكم إذا التقرير سويد أو نبي حضرتي سا شيء تلقوا سمي أيام النبي قل رد من صلى الله عليه وسلم تقرير بالليلة تقرير كوحا لغدر يا فعل كيسا حديث كث نبي قال له نسبي قول يا فعل وحرمها هذا اتصل سنده أم لا سند كيسها حرير أما يوسن حرير هدوه رب يوسن بالسند يا لنن المرفوع مرفوع ويا حديث كاسف بمعنى حديث مرفوع وحاشر دي النبي قال له نسبي قال النبي قال يلي صلى الله عليه وسلم فرق مكال الله حديث كان سند كيسو صحيحي هاي أما ضعيف هاي فدخل وحاسو قال المتصل متك متصل كليرا أو سند كيسو حرير والمرسل المرسل كينا واسو قالوا صحابي كما قيها والمنقضع المنقضعين واسو قالوا الله بأي كما قيها سند كيسا والمعضل المعضل كينا بدو كقونانا واسو قاليا والمعلق معلق واسو قاليا محايا لي انت اسعو من مركه رب الله مشر بي اتسال السند الله مشر بي حديث كان مرفوعة وحشر بي النبي قال الله نسبي صلى الله عليه وسلم وخرج واحد بحي الموقوف موقوفك خير موقوفك نبي الله ما نسبيه سعادة الله نسبيه أفضل مركب موقوفكم مرفوع ما نقنكره
والمقضوع مقضوع رواه بحية وعلى مثل هذا صوصعد وما لتابع هو المقضوع وياه وسمي بذلك مقع مرفوع حديث كمحلوسي والارتفاع رتبته رتبتي سسرين تيس أي كسر ريسي بإضافته للنبي صلى الله عليه وسلم نبي بأولون نسبيه أي رتبتي حديث كان كسر النقطي مرك مرفوع بأن ليير هذا وهو مرك هذا حديث مرفوع بأن ليير معنيه دماغ إنه صحيح مرفوع موضوع بو نقن كرا صحيح بو نقن كرا حسن بو نقن كرا منكر بو نقن كرا وحر بو نقن كرا وياه مرك هل كسو حد قرطي حديث كل ليير هذا الحديث المرفوع حديث الشناد ونوع الشناد وحوية مثل الشيخ ويري وما لتابع هو المقضوع وحديث كله مقضوع وحوية وما حديثك أضيف الله إضافية الله نسبية لتابع أي لتابعي صحابك مثل راعو صحابة النبي قال لك المي أي حديث كان له نسبية هو كاسي المقضوع حديث كله مقضوع وحوية بمعنى أي وما والمتن الذي أضيف لتابع وحديث كمتنك الله إضافين الله نسبين يتابع وكذا من دونه سنو كلاو حاكم لغفا تابعي هين إمام شافعي أنا محال لي رمان مالك با حديث الله نسبين يهو قال مالك بالعرم يدالي ومقضوع ويان لكن مرك مقضوع الله إدلاقه خرخي وحا أصله قليا مرك تابعي الله نسبيه أما تابعي وحا كصله كليا تابعي تابعين تهدي الله نسبيه حتى مقضوع والله أرانا يا ويان ويهي حديث كاسي قولها هذا أما سفعلها هذا لكن محوير وحيث خلا عن قرينة الرفع والوقف حديث كاسي ومرك لكن أكمل ريهي قرينة أما علامة كتسنيسة مرفوع نمو أما سه وقف أو موقوف نماء بالمثل وايه واتجد دون صيغة مصور شيخه حديثكم مرك أنت صلوا نسبيه تابع أنا قف قصوك يا الله نسبيه وأنا كم رينها قرينة الوحل اللي يراه وقفي أما قرينة الوحل اللي يراه الرفعي هو أصغ المقضوع حديثك اللي يراه مقضوعة كاسوي يا بوير وهو حديثك مقضوعه ليس بحجة إذاك حجة معهن قول الصحابي معنى قول التابعين كما ببنا إنه يهي قول الحجيسا معهيه وبمعنى صحيح أي حسن كل واحد يسلي لما واحد يسلي وياه. أما إن كان فيه قرينة المركز حديث لكن حديث كان يقص وانتهى مقضوعة قرينة تدل على الرفع فمرفوع حكما بنقنية ومرفوع ومرسل بنقنية حديث كان تابعي لا نسبية أي قفك تابعي أو نسبية أي وحو قدري قرينة أو كتسنس مرفوع لما مركز وكلايته وحنا نقول إياه وحويان حديثك وحنا نقول إياه حكم مرفوع بيولنا إياه لكن هو مرفوع ومرسل أبو نقول إياه معي لسحاق ده حافة مقنانا إياه تابعي قلون نسبين إياه أياه وكذا إياه حديثك نبهنه يري هكذا قال معناها ساسوا متقنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلايته مركز حديثك وحنا نقول إياه شيء على ماء وكنت تونس المرفوع لماذا بقى شيء مركز وحنا نقول إياه مرفوع ومرسل أبو نقول إياه أما وحى كتير تقارير تدل على الوقف مركز إسلامنا موقوف ويان محوير بالمثل كقول الراوي عن التابعية تابعية قفك كول ما يبقى محوير كذا من السنة كذا هدويرا من السنة كذا هد علامة كتسنة يسوي المرفوع بهي حيث سنوه وسنوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويان وكاشا مرك حديث كاسو حديث كاللي يراد مرك عيسى المقضوع ما اللي يراد مرك مقضوع أي مرفوع وحاو كلا فرقها مرفوع أنا وحلون نسبية النبي صلى الله عليه وسلم مقضوع أنا وحلون نسبية تابعي جاي انت كاسو كيسا وحين لبضوا كاسنينيهين إن الله شرد من سنة كونه حريره وحن نقول كرا معضل أنا منقضع بو نقول كرا متكل را مقضوع هي مرفوع با وكاسا لكن من نقول كرا مقضوع مرسل من نقول كرا محايا لي مرسلكو ومرفوع مقضوع من نقول كرا محايا لي مروى البؤون مرسل كسحادي ذا كم قانا هذا دو سحادي قارينا مرفوع مؤسس عده يومو والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصدفى ولم يبن حديث كلاه اللحاد أو الحديث كمده وحديث كما يرى هذا مسند كويان
مسند كان شيخه وكنت عريفيه والمسند حديث كان مسند كان ليراده هو أصق المتصل الإسناد حديث كسند كيس وحريروي من راويه اللي قبل الله بحديث كخف كورنية حتى المصدفة إلى المصدفة إلى النبي قال جار صلى الله عليه وسلم وحريره والحال لم يبين وسنق إنه حديث كسند كيس وصل انقضاء سوق لنويان حديث كالليل هذا متصل مسند ك وحويان لرمع نبوى الله استعماله ما وحى الله استعماله مسند وصحابي أحاديث أوريو قولي الله أرو ريوان ليرسيزة مساند أو كليتو هذه لكن نوعهان أسوى الله تلمامي وامدك شيخ تلمامي أويري والمسند المتصل الإسناد وحديث كسند كيس وحرير ويان من راويه اللي قبل الله بالراويه أسجى ورنية والشيخ الراويه حتى المصدفة إلى النبي قال لقد قال رسول الله عليه وسلم مركو حرير فلا يستعمله وما استعمال متصل كمسند كويان إلا في المرفوع والمتصل حديث عن مرفوع عن وما استعماله حديث كوحى الشرد النبي قال الله أفتر صلى الله عليه وسلم النبي الله نسبيه لما هدنا وحى الشرد إن سنة كيس حريره أي شرد يويان سنة كاس وحى وكو حريره ياهي هنقطه سماع هنقطه أما إجازة هنقطه بأي ضرق متقانة وكو حريره كرو هكو حريره سنة شرط فرق لنا كلا لهن مركا حديث كاسو وعمدك اللي يرادو المسند فلا يستعمله إلا في المرفوع موقوف إيا مرسل إيا مقضوع لذنا من نقضه مسند مسند وإنه قال الله أبتر يا صلى الله عليه وسلم والمتصل يا متصل مركا مرفوع محيو غد وينها الفير فرق يا أخونا فهمتها هدي لنا النبي قال الله نسبيه صلى الله عليه وسلم مرفوعنا للنبي قال الله نسبيه محاوك لا فرق اه مسندك اي مرفوعه مسندك اي مرفوعه وحاوك لا فرق اه مرفوع الله ما شرط يا سند كيس انه حريره لكن مسندك وحا شرط اه ان سند كيس حريره فرق يا مكه ودخيه وانا قرتها مرفوعه هي مسندك مسندك وحا شرط يا ان يكون متصلا الاسناد اما مرفوعه لا يشترط ان يكون متصلا الاسناد هذا هو الفرق مثال كسوحة ويحديث كمسند كإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث كسوحة لورنا يا ومرفوع وحاك الله لورنا يا ومسند مركة وحا اللي يرى هذا كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسند مسند والله ومرفوع محايا لتفضي بها لقيه النبي قال له رفعي وليس كل مرفوع المسند محايا لله ما شرضي مرفوع اتسال السند لكن مسندك وحا الله شرضي اتسال السند وكاسا مركة مالك عن نافع عن ابن عمر وحويان وسلسلة ذهبية بالغوت المامية ومسند كيويان وقوله لم يبين ويري بمعنى وحويان لم ينقضع مقعين ويان على العموم حديث كاسو حويان حديث كاللي يرادو المسند ويان وحان قدرنا إن شاء الله تعالى حديث كاللي يرادو متصل كبار رأسينا إلا وإسكو درويهينه وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل وما حديثك الذي حديث كاسو يتصل حرير إسناده إسناد كيسة بسمع كل راو راوي والبا مغلب دي سنة وكحرير وكمغل يقفك وكوريي للمصدفى إلى المصدفى إلى نبي قال قجار صلى الله عليه وسلم فالمتصل حديث كاس المتصل ويان بير حديث كتضرات وحديث كاللي يراد المتصل حديث كمتصل كاللي يراده وحديث ك سنة كيس وحريره لكن وحا شرطه إن سنة كيس وكحريره بالسماع وكحريره أو راوي والباي كورنا وكمقلي وما هو الحديث حديثك الذي حديث كاسو بمعنى يتصل إسناده سنة كيس وكحريره بسمع كل راوي راوي والباء رواديس كمدا مقلديس وكمقلي ممن فوقه قفك أصلك كريو شيخيس وكمقلي أي سنة كيس وكحريره للمصطفى إلى النبي قال جار صلى الله عليه وسلم أو لساحبي أنا صاحبك النبي صاحبك صلى الله عليه وسلم أو متصلك
أصلا شرط ما هنو مرفوعي هاي موقوفنا ونقون كراه بلا سؤطا وحاوي حديثك راويك ورنية إلا النبي أمس سحابك إنت أولا حيسة سنة كيس وكحرير سماع يمقلدنا وكحرير حديثك وحا ليرادة متصل أي ليرادة مركا متصلك مدو كلام مدك قيب وحو كلام مدي هاي مسند أو أحسنت إنه حرير والله شرطية الله بنا مغد وين هاي وغد وين هاي مركا كوات سيد الشيخ ومر يو مقدمة ابن الصلاحة كقرا وحوي متصل كوحا الله شرطية سماع بالله شرطية راوي والبا إنه مسك كالكام مقلي أي الله شرطية لكن مسند كالله مشر بني نوا صمرني وحو كلام غد وين هاي مسند كا هي مرفوعة وحو غد وين هاي شرط معها النبي إن الله نسبي صلى الله عليه وسلم نبي جنا والله نسبي كراه وحكى الله نسبي كراه سحابي جنا والله نسبي كراه مركب وحدي عكرته وحلا ران كراه مسندك ونقون كراه متصل وحديثك مسندك والله ما جعاب كراه متصل مسند هي مرفوع هذا عي مروى مرفوع النبي جنا والله نسبي صلى الله عليه وسلم مرنا ومتصل آه وحاوية وحانو السعودة وحديث كاللي را متصل كهدي النبي قال الله نسبيه متصل كهدي النبي قال الله نسبيه مسند نوايه مرفوع نوايه معايا لمروى البنبي قال الله نسبيه سنة كينا واحريرا ووحا الله عشر دليا مسند كه وحومرك الله سيديرا بيها وحالي يراه قال سماعة سماع الدين المهاية انه مسند نقضوي مديني معايا لو زيادوي وكاسا فدخل المرفوع ويري واي هي او لصاحبي اما النبي صاحب كتاب الله نسبينا يا وحديثك وموقوف ذلك هو المتصل ويقال له حكرا لا يرى ذا الموصول نوال لا يرى والمتصل نوال لا يرى ذا فدخل وحصل قلبه المتصل كان المرفوع كمالك عنا في عن ابن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف موقف موقوف كون وسوقل يا يوم كمالك عن نافع عن ابن عمر وكلويان وحديث عبد الله بن عمر لو نسبينا يو نافع وكورنا يوم مالك وكسي ورنا يا ويان اصور هو موقوف وكاسا وخرج وحا خبحي لكن او قيد اتصال كنا وحا نروح شرطيا وما بسمع كل راوي يتصل بانريا اتصالك وحا خبحي مرسلك مرسلك من نقون كره متصل منقطعنا من نقون كره هل بام لبا من بام عن سحابي اهي معلقنا من نقون كره معضلكنا من نقون كره معنعنكنا من نقون كره قبل التباين سماعي انت يصنع عدان مقل كيسا معنعن وحا اللي يرادا كعن سعيد عن كرم حديث كان ان قفكو وكوري عن عنا كوريو هو يرى عن 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 ويرادو وليه ما عن عنده الشيء جاي وعن وعن عنده خفك مدلس كأوي أما خفك عن مدلس كأين عن عنده سلبي ملعنوي حديثك هو متصل هدي عن عنده يصير مدلس أين أما عن عنده المدلس هدي له قال السماع إنه شنو مركا والأخبار ياوي مركا قيد كلاكنا إن سماع وبقيد السماع خرج وحقب حيبور اتصال السند سنة إنه كحر بسمي بغير السماع وحن سماع هين وكاتساله سنة كونه كوحر سنمي بالإجازة إجازة كأن يقول بالمثل راوي إذا وقورنا يا أجازني فلان هذا البائي وريو إجازة يقول وريو قال أجازني فلان مركا شردك وما بالسمع سمعك الله شردنا ياهي وحاكم بحي وعا لوحي الرواية وحديث كان لقو وريو صماع حين سنة مناولة إجازة يكو الله مثل ما شوى كورا بحيان ويان لكن تدريب الراوية قفك شرطنا يا وابن صلاح منك عرنا يا وإن سماع عسران لكن إذ ابن الجماعة أو كريتو وعرنا يا شرط ما هم إجازتها دي القوري حديث هو متصل بورنا يا بمعنى وحلي هاي شرط ما هم سماعه إنهم كوريي باء شرط يهي أما السماع هو قوري أما إجازه قوري مرها دي سنة كو حريره أو قف كانوا حكوريي وحنقونا يا مركز وحنقونا يا ويهي والله أخبره يا مركز الحولين عز كلام مثل نقونا يا مسندك لكن مسندك ولو هو دوين هاي موقوف من نقون كرا ولو يكرا دوينه حتى هذه لما رئيس من الجماعة يسيرا يمتقى أنها متأخرين طوي مريان أولا يري هذا متصل كالله مشر بي الصماع ولي اسكو مدر سنة أصلي إيا مسندك مسندك وحا الله شر بي اتسال السند إيا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
لكن متصل كان اتصال السلف كان والله شرطية النبي كان والله نسبين كرا صحابي كان والله نسبين كرا مركا موقوف ونغون كرا ويان وكاسا خلك أيام كنت وتنين إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم.